وشكرا لكم، ومعذرة للأخ جيتوم، وشكرا للأخ جرماي على هذه الترجمة الرائعة والجميلة والماتعة، وشكرا لكم أنتم على استماعكم. والآن باب مفتوح لمداخلاتكم من أجل إثراء الموضوع، وشكرا للجميع. أوكي أن يلي ودي اللغوي سلازي قويتهم ناباخا كبراتي هابلنا دكتور جلال بتعمي نمقسكان نمسكنكان اتكيزي سلازي صبنا دا أي نمبر كتقصل بحمي بلنا أنا خمسب سلامنتاي تاريخ نجيركاس مزهجي كنا تعزلنا يا كتت أساسرو نايقد النير أن يرد عنك أول أكوا منني قال أنا تبتعت حيزة اللخو قن اندقنا نتيجة وهل مدقام سلزخون أي كبلوني سلامتاي قزا ناي حتو عدل كهلوا كم أون يستفعل علي حسابات كله سلزخل بلزب بسممع بمكببار نتي أفدق يخن كفتوين أقن بحتو انتجمرنا مسرع متان كفاننا زبالة سخوني أنا نشتو كابتي غلز حسكوسي أبدنكل توقي أس أبجزان تحكيمي أربعة حموشت ورحي أبجزان غيري تا جزان مساق أزيان التحيزي هاي فلتن لو مشت تماهيري ندقنا نقست سابا مس نقستي إزي أخذ فعلكم أزيب نقستي أزيب يا غريتا منس نقستي أزيب ون كل تستفعل عليه ستوري ويقع نفلت إن أخلنا لبولد مخانو عاي فلت أن نيرا سابات لايا زفلت تا ناي مناليكن ناي سابا تاريخ كلهم نقصيان يجيب أزيزان تواصل نبرو كالون ناشت ناشتو خمو تحتالو زي ناي بيجا كساب أخصم كي ترفي لزي أمادي ومزب الحتون قال خبت حتو تتاب زورد نيرو كن ندقنا بزقزاق حتى سلزغل نقزاق قد في زرب خيب زحكو كلخو كم سبيك إيدي العيلة يحتت انت دالي موت عمشت كبرتي هابلنا دكتور جلال مسانا خطو الليغا حتو تات متان مملاس كتاكزانا حوي قرماي كم قدمك تنكي غا نبقزا حدا بزح حتى تزلوا حاو الله عدلنا هو دسفا محاري 5 minutes رسعك يا قويته او حتى خا انا كابعته من دي خافتم قدام زدلي نتا 5 minutes حجون نا ني دكتور تسفا حنت حتى حتى تعدل كبو حصرابي لما دحر نعرفتينا حمش تدا كنوسدينا ملسي دحر عرفتي اوكي حانت خطن بزحات حتوتات كا دكتور يغني لي رد ايو زي نزعد الهمزي عزر بالله مو تقدس الله تخن كايلو ملكتي بنمو يغني لي نرد اي زلو مشيت كزي ربدس انحي مبزحتو ابو صحفو سلوزي نبركو امبوبو ابتو كومنت اللو أنا أزيه يقول هي تاريخ إثيوبيا أزيه سلسلة مهارو تقدر يسون سلسلة رؤية زلهم زنبرك أربعة أزيب مكدا سابا أبي تخرسيان نقدس سلسلة بايو نقصت أزيب قادة يا مسو الكابل ده زنبرك داسيلو حنت سبيع كل تسبيع الكلامي تقرأين محران ببينهم يوم الكاخ تزاربهم من البات ما أبي تخرسيان نقدسه بحد الشمس لزخنة جي جايو كالا اي اتق ازيان زبل كند اق ازيان تغريم تغرن تغرينيان دحر 30 85% ناي حزب ارترا خوينو دما اق ازيان نحنا نوننو خبز خون يخون سبن العلي بيمن ابيلو دحر مصيو خوينو و اب حمشاي كفله زمن حدا حزب نيرنا قد ما عرب زنبرت يمن يازيا ايهود زنبروا اب كلتيو خباب دما ارمين اي نبرن حتى يكون أتن ما دحر أيد عدل كباك دكتور. أوكي. زاربو من تايد عطوه.
ኣብ ግዜ ኮመንት ኮመንት ዳሕራይ ኣነ ክኸይድ እየ መን እዩ ዝኣዛርቦ ዝብ ዘሎ ሶሪ እዚ እንተኽኢልካ ሕጅምና ካልኣይ ተኣኺባ ኣላ ኣብ ኣኸይ ስለ ዝኾንኩ እየ ንድሕሪ ዕድል ሂብካ ንክዛዝማ ከየንዋዕኩ ዛዝማ ግን ሕቶ ክበሃል እንከሎ ሕቶ ይኹን በጃኹም ዶክተር ኢኻኣነ ሕጉስ እዮ መብዛሕትኡ ፅሒፍ ስለ ዘለኹ ኣብ ኣንብብዎ ኣነ ብወገነይ እዛ ናይ ሎም መዓልቲ እዚ ብፍላይ ድማ ምስ ተጋለ ሓርነት ኣዛሚድካስ ምስ እሳያስ ምምፅኡ ኣይንክ ተጋለ ሓርነት ባዕሎም ብደቂ ትግረ ንድሕሪ ምርሑ ኮይኖም ተጋለ ሕነት ባዕሉ ኣግኣዝያን እዩ ለጥራይ ክዛዝማ ወደ ሓንኩም ብሩክ ምሸ ትግበረልኩም ግዜ ካልእ እንተረኸብኩም ግን ኣይ ውድ ቢ ቨሪ ሃፒ ቱ ጊቭ ኣናዘር ሌክቸር ቱ ዩ ኮምፕሊትሊ እዚ ኩሉ ዶክተር ጀላል ዝበለኩም ኮምፕሊትሊ ጌጋ ምዃኑ ክሕብረኩም ምክንያቱ ካልቸራል ኣይደንቲቲ ኢስ ኦኬይ ፖለቲካሊ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ኤርትራውያን ኢና ኣግኣዝያንነት ከዓ ፈፂሞ ኣየፀግመናኒ ወደ ሓንኩም ይቕሬታ ዶክተር ምናልባት ዕድል መሃበይ እውን ጌጋ ነይረ ቶታሊ ሙሉኡ ጌጋ እዩ ምባል ዲስሪስፐክት እዩ ግን ከዓ ንሓሙሽተ ደቂ ዕርፍቲ ንውፃእ ድሕሪ ክንምለስ ኢና ይቐኒየለይ መፂናና ስለኒ ዓቅኻ ከምኡ እዩ ዝመስል ንዶክተር ጀላል እኳ ርእዮ ኣለኹ ግርማይ ሓወይ እውን ህሉ እዩ እሞ ገዛና ገይቶም ሓወይ ገይቶም ሰሚዐካ ዘረባ ናትከ ኣይተደርገማን ናተይ ዘረባ ብዙሕ ዝትርጎም ነገር ኣይነበሮን መዳኸላ መላእታ ምገበርኩ ነይረ ኩንተ እዚ ላኪን ማ ዓይ ዘእከርር ማጋሉ ናትከ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ዶክተር ከመ ድሕሪ ከመን እዮ ተዛረበ ኣናይ ዶክተር ተስፋ ማርያም ጋል ኣና ሙዝዕጅ ንሓቃይቅ ማ ምስሊ ጋሉ ዶክተር ወኣነ ዘካ ንዓጠቱ መጃል ኣክር እንሻ ላ ሓእጂ እጉል ለኩም ማ ኣነ ባዕሪፉ يوم تاني ان شاء الله اذا كان وانت هو تمبل كجلال قال صح يعني كله لحظه عندك سؤال نا كل اسمعني انا بالكو عدم احترام ما ننطق شخص بالطريقه هذه اذا كان نحن مهذبين مش ممكن واحد كل ما قاله تحطه في زباله لا ما في حاجه بالزباله اوكي اخلا ኣብ ገዛ ዕድል ክህብ በቢመንገድና መታን ከይ ንዛረብ ንጠንቀቕ ግደፍ ኣይተቋርፆ ገለ ዝበለና ዓንተ ወይ ቅሪ ንሎመን ምኳኑ ዋርናተ ዘይፈለጥክዎ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ኣይንጠቐም ኢድና ልዕልና በብተራ ዕድል ኣለና ተኸባቢርና ንፍለጥ ንመሃሃር ካብ ንናሓድሕልና ታንክ ዩ ኦኬይ ኣለኹም ዶ ኣሕዋተይ ዶክተር ጀላል ኣሎ ግርማይ ኣሎ ስለዚ ክንጅምር ኢና ብመሓመድ ኑር ፈደል መሓመድ ኑር ፈዛ መዓና መሓመድ ኑር ኣለካ ዶ ኣይዋ ሓቀይ መሓመድ ኑር ኤም ኑር ፈዛ تفضل انا السلام عليكم مرحبا صوت مسموع مسموع اولا شكرا للجروب وشكرا للدكتور على التاريخ كثيرين ما يعرفوا الاشياء ذكرها التفاصيل صوت واضح كيتون مسموع بس مع كل الاحترام للدكتور جلال اعتقد الجروب الداعت لدكتور جلال المجال اللي هو متخصص فيه ومجاله اتجاه اريتريا واتجاه اتجاه اثيوبيا واتجاه تيغراي كله الجروب عرفت لذلك طلبوه متخصص في هذه الاوضاع فاولا كاريترين لو نظرنا لتصفاصين تصفاصين من خلال كلامه ما هو المهندس لأغازيان لابد البحث على الأسادسة والدماغ المفكرين الوراء
تصفاصين. تصفاصين يوميا في حاجة، يوم واحد مع تجراي، يوم واحد في وحدة تجراي تجرينية، يوم واحد مع إريتريا، يوم واحد مع حماسين، يوم واحد مع كولوكزاي. لذلك ما معروف، ده رقم واحد. رقم اثنين، البروفيسور دكتور جلال نفسه عنده كتاب الأكسوم والبيجا في تفاصيل المنطقة، لا يختلف عن الأغازيان إلا في العداوة. الدكتور ما عنده عداوة لا مع تجرينيا ولا مع تجري ولا مع، ولكن في تفصيله للمواد لا يختلف عن الأغازيان. حتى ربطه لسلفناسنت بأغازيان هذا إجحافه. نحن العلمان ما فيه حاجة اسمها أغازيان ولا فيه للمسلمين كذا. حتى الكلمة يبدو بيقول نحن لظروف معينة كلنا مسيحيين، لظروف معينة بالميلاد يقولوا مش بالدين، ويفصل الأشياء اللي كانت موجودة، الظلم اللي كان موجود في جبهة التحرير، ويفصلوه أيضا حتى المجامع الثانية اللي كانت مظلومة. وقبل نحن العلمانة الشابين القتلوا في كسلة، واحد منهم كاتب لصديقه صحفي أمريكي نفس التفاصيل اللي كانت موجودة، بيقول زمبالينا عربها اللوان زمبالينا إسلامها إذا طلعت من الهوية الإريترية، لذلك ذات تأثير إسلامي عربي لإريتريا، عاوزين يعملوا خارج الهوية الإريترية جبهة التحرير، ويفصل هذه الأشياء. ما بدأت الجبهة الشعبية ولا بدأت في السلفناس. التركيز على الأستاذ أحمد القيسي، يا ريت الدكتور جلال البروفيسور جلال لو راجع أحمد القيس. أحمد القيس عنده مع احترامنا له في أي ندوة على حسب الجو، في بعض الندوات حتى سكر بابلو سبعين تايل عنتي مش حتى زي حتى تكلك شحبل الكائن التجرينيا. إيش هو ذكر؟ هل وصلت؟ تعال في السؤال، يعني كنا نقول سؤال الأول بعدين تحليلات بعد. أنا داخل عنده بعدين هاصل يعني. أوكي. شكرا. أنا قاعد أتكلم بأن الأشياء الشواهد اللي قاعد يقولها الدكتور جلال ما هي ثابتة. بعدين. الأستاذ بعدين. معليش محمد نور. كلام ينصف فيها الجبهة الشعبية تجاه تجراي، حتى تجراي ما طلعت الجبهة الشعبية، قال في ندوة مع حضور نقاش عثمان ومجموعة، حتى قيتهم أعتقد كان حاضر، فنت فيها الانقسامات الإريترية. قيتهم تطاب اللو بجاخة نتي تطاب الكاية قانزون تطاب اللو حطو محتاج تلك اللقاء حتى تطاب اللو بلي. إذن أنتم الندوة موش هنا، أنتم زي ما عاوزين. لا ما قاعد تفهم. إذا كان عندك سؤال ممكن تسأل الآن، وقت السؤال يا راجل مالك. أنا قلت لك قيتهم مداخلة، ما قلت لك. وقف اللي قبلك أستاذ محمد نور، اللي قبلك كان دكتور. أوكي دكتور إذا جلال. عندك سؤال بس. أمين. أوكي سؤال أنا وبعدين عمل مداخلة. أوكي شكرا، ما قلت الكلام ده تاني. أوكي أيوة هقول سؤال دكتور جلال من الطرح اللي أنت طرحته. الأشياء الموجودة الآن، هل هيقدف محمد نور؟ محمد نور ما تأخذني، أرفع أيدك تاني وأرجع، كفاية أخذت كل الأوقات. أوكي خلاص أوكي شكرا تصفاي حتو. أوكي سمع الله هنا، سمع اللي في الله هنا، سمع الذي سمع سمع الله عند إذن هاوزي بكاو تقام الله قدام ميكروفوني بزهون هاي سلام نسخاس لتقامك برزح عوت بالعلاقة قصيلك حتى قام التسفاي. أوكي حرا يتبو مقرب أنا سيدي سمعك يهلو ترحي لبر معي كمان عوم باس بزح عمام هنا يكون بزهون سلام نقول لكم كبرات سلام كبر بروفيسور جلال أبتي ناي تاريخ زهاب كايو بزح فولتان زي فولتان سلوزولو بزح وآتيه كزاربني جن تاريخن هزباو قنبارن لتأسساركا بتعمي أي تعمن تعم زي كوني حجي حدو حتى لان تأخي بالدالي أوا دحان كقرر من قلسة فقور مخلي مناتو قنا مراد داتو بالكاب حمقور زي وطول سبالن ديو نحنا علامانا بخميت الرخبو مناتو نحنا علامانا أنبيب كايو ديها برقص تتحستو
أزياني وخطب الكل لها حدا؟ نون زيا زيا سادي أتحته؟ هو زيا أتحته. أم بيبكي هذه خا؟ هو تا تي نحنا على ما ننزل؟ أوكي. أم بيبكي هذه أجا أزاوي أجا أزياوي على ما كم زلوا؟ هزبا وجمبارك كم هزبا وجمبارك حجي؟ هزبا وجمبارك حجي زي وتسعين ديب؟ هزبا وجمبارك ناي أجا أزيان من كسر أسن ناي أجا أزيان متكلن علمان على وقت كلها بخمي ما تخوف في راس ميرولي زيادة طيب يعني أوكي ثانك يو نحتاج ترجمة لهذا إن حت نزل مترجم من سترة حسين أوكي أوكي يعني اللي دكتور أنا فين ملسي أوكي تفضل دكتور جمال خلاص أولا أشكر جدا الأخوة اللي تداخلوا يعني وابتداء أشكر الدكتور الأول اللي تداخل واللي قال إنه دكتور جلال اللي قال الكلام ليس صحيح وأنا إن أعطيتموني فرصة أقول كلام تاني مغاير له ومناقض له وهذا شيء جميل جدا يعني الناس تتحاور فيما بينها وتقول أنا حأستفيد أيضا من الكلام اللي يقوله دكتور وأتمنى إن شاء الله يعطى له فرصة ويدينا محاضرة في هذا الجانب لكن ودي أقول للأخ الدكتور هو مش الآن لكن ممكن ناس توصلوا الرسالة عايز أقول له المؤرخ ما يحبس نفسه في جهة معينة هو حبس نفسه في تاريخ الكنيسة لكن أنت اقرأ ما كتبه الآخرون ونقدوا تاريخ الكنيسة حتى المصدر اللي هو بيقول إحنا نتعبد به اللي هو كبرنجستي تكلا هيمانوت حتى هذا المصدر قالوا ما هو صحيح ملفق فأنت يعني كدكتور في جامعة وباحث ما تحصر نفسك في اتجاه معين و تتكلم بناء على هذا الاتجاه لكن أنا أقدر أنك أنت قاعد تفاجأ اليوم بنقد لأشياء كنت بتثق فيها وسببت نوع من الإزعاج لكن لازم نقول حقيقة تاريخية من أجل أن نصل إلى رؤية مشتركة بالنسبة للأخ محمد نور طبعا نور ليس هو مؤرخ عشان يتكلم في التاريخ وما هوش متخصص يعني وإنسان سياسي وقال تصفاتيون متقلب المزاجات وبعدين قال أحمد القيسي شخص يقدم ما يطلبه المستمعون يعني. لكن أيا كان وجهة نظره في 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 أحمد القيسي أنا بالنسبة لي يعتبر أحمد القيسي شاهد عيان وقاعد ينقل أشياء هو عايش فعشان كده أنا أعتمد عليه معذرة الأخ محمد نور يعني. أجي لأخونا تسفاي والكلام اللي قاله تسفاي برضو قاله أخونا محمد نور إنه كيف تربط سلف الأمات بالأجعزيان يبدو أنا عشان ما ينطرح هذا السؤال أنا قلت في الأجعزيانية أجعزيانيزم والأجعزيان اتكلمت على في هذه النقطة يعني. الأجعزيان كتنظيم يرأس تصفاتيون وبالتالي سلف ناس النت بهذا الفهم الأجعزيان مش هم من تنظيم أجعزيان لكن الأجعزيانية اللي هي فكرة هيمنة التقرينية هذه جسدها أسياس أفورقي الآن أنا أراها الآن أمام عين في حد يقول إنه إريتريا حاليا الموجودة اللي قاعد نشوفها قدام ليست فيها سيطرة التقرينية هذه هي الأجعزيانية وأسياس فرقي يمثل سلفنا سنة
وقاد سلف ناسنا. واليوم هو أوجد دولة التجرينية. هذه حقيقة اللي يقول الواقع ليس هو واقع التجرينية، هذا شيء آخر. الأخ يقول لي أن بيبكايو ديها نحن على من أجعزيان إنا أن بيبكايها، لا، لكن ده الكلام كلام يعني مع احترامي له وتقدير يعني هو كلام يعني كلام مش عميق، it is not deep، ليس عميقا. هو أنا لم أنا كمحلل وكقاري ما أتوقف على الأسطر إيش مكتوب في السطر، وما أتوقف على العناوين، أنا أبحث في الفكرة. أساس أفورقي لما أنا قريت بالترجمة بالترجمة العربية، والترجمة العربية اللي أنا قريتها ترجمها أستاذ أحمد موجود في إيطاليا، ونشرتها صوت إريتريا اللي كان يرأسها ويصدرها عبد القادر حمدان في التسعينيات تقريبا، وحلقات وأنا قريتها. أزياس أفورقي بيتهم الجبهة بأنها عايزة عندها علاقات مع ناس تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، والجبهة عايزة تفرض اللغة العربية في إريتريا، وأن الجبهة قيادات بتاعها وجنودها سرقوا بهائم بتاع الأبناء المرتفعات وباعوه في سوق البهائم في كسلة وتزوجوا منه. دكتور، الثقافة اللي نشرها أسياس في أوساط التجرينية هي الأقعزيانية. okay. هو ما نشرها تحت عنوان أقعزيان، ولكن نشرها هي ثقافة الكراهية. أنا ما قاعد أقول إنه الجبهة ما ارتكبت أخطاء، ولا يعنيني هذا. الجبهة كغيرها ارتكبت أخطاء في المسلمين وارتكبت أخطاء في المسيحيين، في الاثنين. لا دكتور. أيوه. ولكن إسياس لما جاء هو خاطب المسيحيين أبناء التجرينية، ولما خاطبهم ما قال لهم بالحق الوطني، قال لهم إنه الجبهة تسرق بهائمكم وتبيع. أنا عملت هذا ما عملته ما بعرف، سرقت ثغر ما بعرف. قضية الشريعة الإسلامية إنه الجبهة اتصلت بالعرب واتصلت من أجل الثورة الإريترية، لكن الجبهة ما رفعت الإسلام وما كانت ثورة المسلمين، بالعكس كانت تقول الإخواننا المسيحيين لازم يشاركونا. لكن الثقافة اللي تضمنها نحن على منان هي ثقافة اللي قاعد يرددها اليوم تصفصيون بشكل صارخ. شكرا دكتور، أتوكب لك معلش ما تأخذني. قرما يا حوي ما نسخن ترقوم دينا أخي. أوكي جزا دحندو تحزر لكم على ولا حتى حتكون اي ترد حتى يترد انا الملخص حيفيد. اوكي a bit of summary نبعلاتا كرما يحوي هراين بار قداين تايلو بطعميه مسجنونه تحتاتين دكتور يو مخنياتو صبغ يو يل ابزوين مسانا اللونج انك بس حي خيل يخون جن انا نعوقب لوز دلي تاريخ كنببون كله كاب حدا شنخ كاب حدا من شي طرح يبلون كابتي ناي بيتغرستيناون امنتاون شنخون طرح كريو اي 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 يبلون كم تمراماري ان كل ما ازون ريو كابو كي حساباتو كي كوسن وي حساباتو كهنص الله اتي محمد نور زبلو ون طبعا محمد نور ناي تاريخ سب بناي تاريخ تمراماري كونن كم طلبتاو تنقساقسي أتي كأيسي زبولو كأيسي كأس ريوز الزاربيو زبولو أنا بكم أيريون مخنياتو بأكال نزنو بروس لزقربو كم تزلو إيه زي وسدو كالي أتي أم بيبكايو دو
مالت تعال حطوا ناي ناي تسفاي زنبرتي عم مثلني و نحن عن علمان عن بيبكاد هو نحن عن بالان عن بيبكاد ونزبل عن نحن عن علمان عن ترايتي مسمراتو ايكون كون حساب سك باتري تاشم قدر حرة راي مسمراتو يكون كون ولا تي علامة وش تواتي مسمر ترى يكون كون زنب اتمنفسن اتي ترجمن اتي علامان كي ترفع زمارة مرلو يعني راتا حساب غير ما يحويك مسي هو انا التي اب مونغوتي مسمرات زلون وين تحساب اي زنب سلازي اب نحن علامانا بنصور تزي تقمتين غزارو تملع التي ان بحد شنخ غير غس كات راح مقراب نتزنبره التحساس با وين تزنبره حسابكم وين جبها مي مالت ب بشريعه باسلاماوي باهلن مسفح فاحيا زبل التحساس با نغزار سو زي ابو كوانت زي نبره كن كابتي ناتو التحساس با زوخوين اب حد اوانون نغزار سو مالت جبهة تريد نايدك كبسها وسيدا أب حلبوتها وسيدا شيطات تمر يوملو زبل ازين غزار سوزي سلئي ستاي زبل نزين مسفحي لومي خاء نر يوزل لنا لومي زر يوزل لخواني زبل اتي أب ارتراز اللوكونتا نزي ناي حدا وقن عبلالا زير اي انتدا اخوينو نزي زير اي انتدا اخوينو إذا خالق قدائنا إذا سلزر ينس لذي إذي مستي أزياناوي التحساس با ولا بقال أنت زي تبالي التحساس با قن بقبري أبزر يلوزو اللوكونات سلزو خونة بزي التحساس روم التي ناتو من قصاص ويتناي سلطناس من قصاص مس أزياني منت Thank you درماي من قصة لنا دكتور أماني ألي مثلا دكتور أماني أب زي فيسبوك ترجم يدلينا اللي بجاهم وقلناه. Okay, نترجمينا. Welcome to boy. We will try our best. Every word they can summary can قبرينا. دكتور أمانيال أباخا. Professor جلال نذهب كنا مجلسي صبغيو رئيته خاص لزغنة رئيته خاون كم أمانيال يخبره. أفتقرب كأز اللخاجن مساخبرت أي سما معني. مخنياتو تتبلو ذا اللخاص ملو سبوا وقمبار أزياني زبها الله زرار باسي حدي يقابروني زبور إيتاي زلني إتا توكومنت خاء بعلقة انتربرت قبراخ اللخاء عند حلقين كا قال قد دائيو ميهرنا اللخاء سنزخون ناسي كوم أزبل مؤت نوء منفستر إيه اللان حانت نقر تا حتى دليه ذا اللخوقنا إتي كمزا عينات زيسي كمنتا إيدي متزل الله زبل حتوخ حت الدل خبا يدي مسز الله هنا ترد اني قالن ذا هول ليكتشر ذا هاب كان ناسي كما مانيل مسبول اخبرت اي هوب اب كن دنا سبور نغبرو غص بغص كن زرارب مسا حدس مبللي مخنياتو سي اي تقبلكون اتراغاغوما ها نعاي رد ايكونن ولا انت ذقربك خم مانيل يخبرون تكون كن اذكار اي توصلو زغونه أبري إيتو خاقن مستخبرت كم ديسا معلوغ نقرأت هذا اللي أوكي حتى يكون أتنى أوكي خلي أقول أتو حتو سلا تحاتتتي قدي فيها حدا عينة حتو مستشفى إذا حتاز نورس لزغنات مدقام كيتو خاقن يترح قدي فيها لك أولا أنا أحترم الدكتور أمانويل شكرا لك يا دكتور أمانويل وأنا أحترم وجهة نظرك أنا ما قلت طبعا الجبهة الشعبية كلها أقعزيان حتو سلا زي تحاتته تزارابا ملسو خبا يقبؤني وقويتو حتو يكونن دينك آ زارابا حنسا حتو يكونن دينك آ ملأختي محلالي فلو نت ملأختي خا ملسي يدليو لأنو أنا كل هزبا وقنبار أقازي هنيو أي بلكون نبعلا سؤولك تحالفا يكونتن سلا زي تم محضر نعايها بني قدفو بجاهم دكتور جلال أيضا وحالنا خلاص أنا حوي أمانويل انتهى بلوية دكتور أمانويل أنا أيبلكون الجبهة الشعبية أجعزيانية أيبلكون كبي من أين جبت هذا أنا ما بعرف أنا قلت
سلفنا النت يحمل الأجعزيانية، فكرة الأجعزيانية. والباقي ممكن أنا وأنت نجلس مع بعض ونتكلم في القضايا التاريخية فيها. وشكرا لك على مداخلتك. أوكي نمت تاوكا يا مسكن. أنا حزب غنبار كم ودب أجعزياني أي بالكون كابي كم زمان أز حساب زخمان يرمن الله يخون بار سلفي ناس أنت نحنا علمانا نيلو خطس إنك الله أو أتحساس با أجعزيان أبتي تحستو أبتي منفس نيرو يزبالكو. أنا نسخان بمكببار كالإجزيون أتبعنا خنزبتي لهم كنزارب لهم نخيرينا يغن يلي كنكس لنا لحن دلو خقر معي صبو صبو حقي زكا مسيلني أوكي حسن. شكرا حسن أحمد. مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا وشكرا لسنيتنا لاستضافة الدكتور جلال، وأيضا شكرا لحسن الإدارة الأخ غيتوم. أنا ما كنت أفكر أنه الراجل بعسى، يعني رجل خطير ما شاء الله. والأخ قرماي طبعا ما يحتاج في مسألة الترجمة، دقيقة جدا. وأشكر الدكتور جلال الدين حقيقة، أنا لما بدأ يسرد في الأسطورة والتاريخ الحقيقي أنا كنت خايف أن يتوهنا من الهدف الرئيسي اللي هو صراع في السلطة، ولكن حقيقة لما عاد وربط كل الأمور بالصراع في السلطة حقيقة أعجبني طرحه، طريقة طرحه. والشيء أنا دائما يزعجني لما أشوف واحد يعني لما يناقض شيء لازم يكون على مستواه، واحد يجيك وعمل كل المجهود وبذل وعنده مصادر وانت تجي تنتقد وانت ما عندك اي مصادر، او مصدرك يكون ويكيبيديا او جوجل. فعليه اولا يجب ان ارتقي لمستوى النقاش نفسه. الشيء اللي عايز اقول يا دكتور جلال، الخطأ دائما نحن نمشيه زي ما هو، والخطأ يستمر زي ما هو. مثلا ملكة سبأ، هي ملكة لشعوب سبأ، لكن مش اسمها بلقيس. أكد للموضوع، إذا اسمها بلقيس ليش ما نقول هي بلقيس؟ عشان السؤال أي ده سؤال هو طبعا ده سؤال حبيبي أنا موردك بتهدد النبي. السؤال اسمها مش بلقيس وهي ملكة سبأ، شعوب سبأ واحد. الشيء الثاني بالنسبة لتفكير ستيلفيناس إنت، لما قلت الفكر هو نفس الفكر بتاع فكر الجازيان بتاع تسفاسين، ولكن الاسم يختلف. ولكن أنا شاركت بلينك رابط رسلته كذا مرة، والرابط هو مصدره تلفزيون إريتريا تقريبا بيعزف على نفس الوتر بتاع أجازيان اللي يدعي إنه الساحل كانت بتاع أجازيان وكان فيها أديرة وكنائس وهدموه الأتراك والدراويش. فبذلك هل في حقيقة لهذا الموضوع؟ وبرضو لو سلف الناس أنت ما يربط الفكر بتاع أجازيان للشعبية أو لجماعة سلف الناس أنت، هل هذا اللينك يربطهم؟ وشكرا. شكرا للأخ حسن على هذه المداخلة. أنا حقيقة كنت أتكلم عن التاريخ الإثيوبي، التاريخ الحبشي. التاريخ الحبشي ما يورد اسم بلقيس، إنما يورد كلمة إزيب، الملكة إزيب والملكة نجستسبا، يسميها كده. لكن التاريخ اليمني يورد كلمة بلقيس اللي هي ملكة سبأ، اللي جاها رسالة من نبي الله سليمان، والقرآن تكلم عنها، وحتى الإنجيل يكون تكلم عن هذه الملكة. فالتاريخ اليمني الجنوبي العربي يسميها بلقيس. وهناك في كتاب كتبه
كاتب اسمه أخت كاتبة مؤلفة اسمها الدكتورة بلقيس إبراهيم الحضراني، وهي عراقية أظن، كتبت كتاب اسمه الملكة بلقيس التاريخ والأسطورة والرمز. إذن يسموها هم، لكن أنا كنت بتكلم عن التاريخ الحبشي. في التاريخ الحبشي ما يسموها بلقيس، إنما يسموها إما أزيب أو نجس. أوكي دكتور خلاص تاني أترك كساب ساحل بتكريستيانا ميرو قالت حتى دي غير واحدة. لا أنا أي أخوان ما سمعتها. أوكي قويتهم أبزي أدو مستزاربنا أبزي أنت في الله حنسى أحمد ها هو أحمد أحمد نعم نيستين زين حجي تقيسون دكتور جلال نعم بمسرح خير قويتهم بجاه عبد الله يسر تزاربي بلنا أنا حتى يكون كون أنا حنسى حتى يكون أنا أنا أحمد عدل هي بكاله نعم أنا بزين زي تقسن حجي زيت قسن حجي دكتور جلال الله حنت سالسيتي شيم تتقس أبناي تاريخنا إثيوبيا مكايدات مكايدات بالقيس تبل حنتنت بالله قال أي تنت بي زي أحبتنا الحضراني قال يمنيا اللهم أنا بسن عبز حجي نسأل صحفتا تأمسحاف وصيتنا تي امصحفناتا بزعبه بلقيس زبهال نجر يلن بمسرته تشبط تاريخ بلقيس كم زنبرت افت تاريخ بجكا اب قران سلد مصت يا بوتا حزامبر كم تشبط زي انجستس نيرا زبهال اب يمن نعوز الرقاق يلن الى امصيات تي امصحفناتا لزين أنا خبرهن دليلتين كل تنت وتقدم شكرا لأحمد القيسي. حقيقة أنا استفدت الآن، أنا كنت أظن الكاتبة الدكتورة بلقيس من العراق الأخ المناضل أحمد القيسي صحح العملية وهي قال من اليمن اللي كتبت، لكن أنا عندي الكتاب، الكتاب عندي معي في مكتبتي، وفعلا هي تتكلم عن بلقيس بهذا. القرآن ما ذكرها ببلقيس، القرآن قال إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة هكذا قال، امرأة اسم يعني امرأة ما أخذ بعدين على أساس أنها بلقيس، المقصود بها بلقيس هنا في التاريخ اليمني. أيوة في الأساطير أو في الحكايات التاريخية أضافوا كلمة بلقيس يعني. ولكن الملكة من حيث هي ملكة حقيقة تاريخية، لكن هل هي بلقيس اسمها اسم ثاني؟ هذا شيء آخر. ما يحوي لها اسم مكادة أيضا زي ما ذكر أخونا المناضل أحمد القيسي، مكادة فعلا يذكرها التاريخ الحبشي بهذا الاسم. وشكرا لك الدكتور أحمد. شكرا كلكم. جرماي كوربس إلى ذاته هو انت انا انت لوتي اعتقد انها ملسخن اتو انا منتاي بلقيس زي سميخا قال تنير تحطو انا تاريخنا اثيوبيا كنتي زلو هي كقربو فتينه مخنياتو اب تاريخنا اثيوبيا ازيبن سابان كم زلو لوت متسار مستي كل تاريخ سمعنا بسناي نقول سليمان اب تاريخنا يمن انت مسينا دما ببلقيس يوتي ستايز بالسلازي أنا كنت تاريخ بمتوئي تاريخنا إثيوبيا سلازي هنا بتاريخنا إثيوبيا نتنكل تاسم ما نزيئن يهو سيدة تين أي بالكاس بل ترسعو وي أي فلطن وي أي نبرد مالتي أي كونكون يخو بالسانيو. حو أحمد القيسي خاء مزحف تمام صحاف تقدرين يا الواكو قيس ده. اوكي اوكي سوري كم يدا اي انا تم عرب زي سمو انت نقرا سمو اي ثينك ناب جورجيا خيد ايوه انا قني اللي هي
قويتهم بروفيسور بطعمي يقدني لنا جلال نايب حقي كونتروفيرشال زخنه برزنتيشن خايبكا ناتكار إيطاها يخبره هجي أربعة حتتات علينا حاصر سي أنا نايتها إيدي أكوارز ألا أكوارز ألا أكي وغن حتو جي غرقس حتو أنا حانتي إذا ناي قدلي إرثرا ناي بعد ما نوقع بفلا هجيخ أزخيل زولو وقع أبتقراي مسرطو ناي أزيان أتحساس با قرقس إيو زبل رئيتو إتراجي إنمو كوم إدخالكا حادي كالا أي هكدفن ويانين كل التقص ناي حادي أزيان أتحساس با زولو وم ودباتيوم ديخاز بالكا سالساي أغازيان كابيامن اندحر خوينو منقاليو نسلام سلمتاي زي حوس زي حوس رابعاي تقري ويبن عمر أغازيان دوخت سرعوم تغيل بتما بقولم أربعة حتى إني سوري قام جم مراقليس واني رنجي قندحن تعدل نوخو بي أحسر عبدالو بأسرع أوكي سلسة حتين دكتور بعد الكلمات فاتت علي ترجم بالله عليك كلمة كلمة على هذا ما أربع سؤال هما أيوة. يعني عندما تحدثنا عن الثورة الإريترية أنت ربطت أن الصراع اللي موجود هو صراع بين الأجازيان في الدفتين هل هجدة فويانة هم يعني عملة يعني هم عملة يعني وجهين لعملة واحدة النقطة الثالثة أجازيان إذا كانوا يعني جذورهم هو من اليمنيين فلماذا لا يشمل المسلمين النقطة الرابعة إذا يعني التجرة والبني عامر هل هم يعني من الأجازيان يا هذه أربع نقاط دكتور أيوة التجري البني عامر التجري والبني عامر أيوة هم يعني أصلاً من أجازيان أيوة خلاص بالنسبة هل هجدف والتجري عملة لوجه واحد لا يعني هذه نقطة مهمة جداً الجبهة الشعبية أولاً إذا كانت تعني هجدف والحزب حزب العدالة حزب الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية أليس كذلك؟ صححوني إذا كنت ما تعني صح حزب العدالة حزب الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية هو حزب عام هو ببرنامجه حزب عام هو لكل الإريتريين من يقتنع بالبرنامج هذا يدخل في هذا الحزب فما نستطيع نقول هدف الحزب ككل حزب الجبهة الشعبية هو وجه لعملة الأجازيان لا كحزب وبرنامج لكن هذا الحزب نفسه غير موجود شكله هو ليس موجود أنا قلت السيطرة الآن لشخصية تحمل مشاعر هيمنة التجرية تحمل مشاعر الأجعزيانية فلا داعي أن تحدثني عن الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية غير موجودة ولا الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا موجودة انتهت كل هذا انتهى ولا حزب الشعب الثوري موجود كل هذا انتهى الآن في سيطرة بتاع شخص عنده فكرة من زمان هو أصلا كده في راسه وعبر عنها في جلسة مع رمضان محمد نور وأحمد القيسي وعلي عبد الله السيد وسيد علي سيد قال لهم التجرينية قدموا تضحيات كبيرة ويجب أن يصودهم وهم فوجئوا بهذا الشيء هذا هو اللي ماشي هذا بالنسبة لل صراعه مع الضفة الثانية في تجراي
هذا صراع سلطة، مش صراع الفكرة، هو صراع سلطة، ليس صراع فكرة وإنما صراع السلطة. إذا كان جذورهم يعني البقية الأقعزيان، إذا كانوا مختلطين مع الكل تشملهم قبائل كلها، فلماذا لا يكون المسلمون أقعزيان؟ هذا اللي فهمت السؤال أظن. أنا أقول إنه زي ما قلت الكلام، إنه قبيلة أقعزيان الأقاعز والأحبش لما جاءوا اختلطوا مع كل الناس، بعدين حصلت تحولات دينية. حتى هم الأقعزيان لما جاءوا ما كانوا مسيحيين، كانوا وثنيين، وقلت كان يعبد الإله عستر والإله مقى، وهذه آلهة جنوب الجزيرة العربية. بعدين اعتنقوا الأرثوذكسية، بعدين جزء منهم بقى مسلمين. فهذه تحولات دينية، فهي اختلطت مع كل القبائل. البني عامر والتجري، البني عامر والتجري هم بيجا، ولكن لا يعني إنه في البيجا ما في أقعزيان. في أقعزيان، حصل خلاص حصل تمازج، وما ولا يعني إنه في الأكسوميين في الأقعزيان ما في بيجا، لأن البيجا اختلطوا. وهناك في إثيوبيا حاجة اسمها بيجا مدر، وقبائل من هناك نزحت ووصلت هناك وتنصرت وأصبحت أرثوذكسية، وقبائل من هناك جت إلى المنخفضات وأسلمت وأصبحت مسلمة. هذا اللي عندي. أوكي كرمال. أوكي تي حتو هكذافن ويعني حادة ديوم ويزبل آيكونون هكذاف مع كل إرتراوي ودب ويبوليتيكاوي ودب يوجن أجي إتي أجي أقدس حتو إذا ودب زي اللود يوند الذعر سون زبل مخنياتو إذا ودبات زنبرو ودبات سلفي ويسلفيتات زي أتوم زبادن باري خنو هكذاف يخنو وإن كان أوت يخنو يلون إتزلو إتي أب سلطان دلو مخاتي حساسبو أزياناوي زبلنا ونسيو تي أب سلطان دلو مستقرائي زلوهم فللي كان يتحساسبا فللي زي كوني ناي سلطان من تبدل فللي كالي من تايم الإسلام تساري يبلو من زبل بقدام الناس توم أغازيان ناب زلو ومريت مسمسو أمنتي زخونة يكون حيمانوت أي نورون حيمانوت أي نورون بغزة عسي قليس أي نيرة أبنى سماي أبنى عستر وينى سماي زي أبيهر زي أمنو زوم أمالغت زي أبتم كا أمالغتي ناي أبتم أبدبوب دسيات عرب زنوبرو زنوبرو يمناويان النتي نيرو حيمانوت دي حيروزم أسي قلي أتم قسطنا تقبلون قلي أتم مسلمنا تقبلون سلازي تمزيلهم سلاب توم أغازيانين توم أقدمها بلزقون بيجان سلاب أبز كل مريت تزرقحو ولا بيجا مدر زبلون بيجا مدر كاب زبل سم زمس كوينو سلازي تمزيلهم تحنافي سوم زنوبرو تحيمانو تحيرون استقبلو ويد حيرو زمس أمي بني عمرن بيجان بني عمرن تقرن أغازيان ديوم زبل قداي نغير بن عمرن بتجرن بيجا يوم كن قدم عبدنا بيجا نغزا ارسو حوسواس ناي مستم سيماويان اغازيان زتحواسس لزخوت يوم كبهال يقالي كن تحواويسوم زنوبرو زلو بازاب. Thank you جرماي عنيرنا انا قدم زي مسرع شم ترتاز عيفة حزنيرة حسوس اللي زي جبرك حجي تقالبي تقول له أحمد القيس نيرو قدامك أبزا مسرع مثلني نا أحمد كبوما تحرنا بشفنا حويك مز أحمد القيس أحمد يلا خان أوكي أنت حتى نيرات إنك جت تقول نخمة لكم وا ماني خا يتكال على الزحوي دك شافنا أوكي
تتنتنا سيك تاكيا تعمل لهم خمي تتاكيا ناي تتنتنا تاكيا تعمل قتل هو بليز اراي غني لي غني لنا بروفيسور جلال الدين ياك الله انا حنت حتي ازل هن حصر حتو دحر كن رئيتو تفقد لي تفقدكم لي ادالوتي دحر رئيتو ምናልባት ነው ወቅት ምክንያት ስለ እቲ ጥንታው ታሪክ አጸጋም እንዴ እምሽም ብለ ዶክተር ጨፈና አው ዶክተር ጨፈና እዚ ጥንታው ታሪክ ካሜራ ካርያ ዶክተር ጨፈና አሃ ካሜራ ድምጽ እየሰምዕቶ ለኩም ደሃ አጸገም ይለን በሞባይል ይዘለኩ ደሃኔ አራ ኦኬ እንታ ይክብል ዘለ እቲ ጥንታው ታሪክ አጸጋም እንዴ ምናልባት ኣብቲ ኣካዳሚያዊ ዓንኬላት በዓላቶም ቶም ሰብ ታሪኹን ስለዝከራኽሩ ብዙሕ ስለዝዘራሩ ብሉ ኣብኡ ኣቱኔ ምናልባት ኣብኡ ክከራኸር ኣይደልኒ ሓንቲ ሕቶን ሕጂ ምናልባት ምስኣኽ ምስጋና እውን እቲ ገና ካብ ስሩ ኣምፂኻ ኣጋእዝያ እንታይ እዩ ምስ ሕጂ ምስ ሕጂ ዘሎ ፍልስፍና ድዩ ዋላ ገለ ትብሎ ዘለካ ምንቅስቃስ ከመይ ጌርካ ከም ዝተኣሳሰርካዮ ዝገበርካዮ ፃዕሊ ከመስግነካ ደሊ እንተኾነ ኣነ ናይ ሕቶ ናይ ሜቶዶሎጂ ከመይ ጌርካ ከም ዘተኣሳሰርካዮ ምዝ ዘበናዊ ታሪክ ናይ ኤርትራ እሞ ከዓ ምዝ ሕጂ ናይ መጨረሻ ኣብኡ ርእቶ ኣለኒ ምክንያቱ ከምዚ ናትካ ኣካደማዊ ማዕረግ ዘለዎም ሰባት ካብኣቶም ዝፅበዮ ፅፈት ናይ ሓበሬታ ተኣኻኽባ ማለሲ እንታይ ተኸቲልካ ኣብኡ ክሓተካዮ ስለዚ ምስናይ ቅሬታ ድሓር ግዜ ሃውኒ ሓንቲ ሕቶ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጀካ ዝትብሎ ዘለካ ሰብ ኣብዚ ተቃውሞ ይኹን ኣብ ካልእ ዝፍለጥ ሰብ ኢንፍሉዌንሻል ዝኾነ ሰብ ዓብ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ንውሕ እዋን ዝፀንሐ ናይዚ ምንቅስቃስ ኣባል ኣሎ ትብል ዶ እንተሎ ኮይኑ ፈልጦ ተለካ ትነገረና ተዘየለ ከዓ ብዛዕባ እዚ ሰብዝን ናቱ ተኸተልቲ እንተኮይኑ እዚኣ ተሕቶይ ንግዜኡ ኣብዚኣ ድዋ ኣቢሉ ኣለኹ ታንክዩ Thank you, Dr. Chafana. ምናልባት I think ኣተሓሳስባን ውድብን ክልተ ምዃኑ ፈላልዩ ገሊፁ ነይሩ ክኣቱን ከሎ እቲ ውድብ ብበዓል ኣጋእዝያን ኢሉ ታሽ ምዝደርፍ ካብዚ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ወዲ መኒካ ትብሎ እወ ብኦኦም ዝምራሕ ንኦኦም ዝመስሉ እውን ውደባ ፖለቲካዊ ውድብ ንስልጣን ንገለ እዚ ኣጋእዝያን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ጠቂሱ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣተሓሳስባ ንኩሎም ነምሓሩ ንትግራዎት ንኤርትራውያን እሞ ከዓ እዞም ትግርኛ ብሓበራ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዚኦም ምስቲ ንጉሳዊ ዘርኢ ናይ ኣጋእዝያንን ገለመለን ናይ ኣክሱምን ንሶም እዮም ክመርሑ ዘለዎም ንሶም እዮም ክገልፁ ዘለዎም ዝብሎ ኣተሓሳስባን እዩ ክልተፈላለዩ ነገርና ኣጎይቶም ክዕረያ ብኣ ከለኹ ኣተሓሳስባን እቲ ዝበሃልን ሓደ ንድዩ ኣነ ከዓ ዘገድሰኒ መን ኢልዎ ዝበሃል ኣሎ ቢኮስ ንዓይ ዲስኮርስ ንዓይ የገድሰኒ ቴክስትስ ብግቡእ ክተንብብ ኣለካ መን ይብሎ ከዓኒ ኣገዳሲ ስለዝኮነ እንተሎ ሲምፕል ሕቶ ሕጂ መፅሕፍቲ ጠቂሱልናዩ ግን ከዓ ዳሕራይ ዕድል ክወሃበካ እዩ በብሓንቲ ተንደልየን ሬፈረንስ ክትሓትት ይቀኒልና ሕራይ ታሕቶ ግን ኣብ ቦታ ኣላ ካልኣይ ትሕቶ ክውስኪ ሓወይ ፍሻለ ፍሻለ ኣለካ ዶ ኣለኹ ጎይቶም ሕቶ ኦኬ የቀኒየለይ ፍዋትኩም ለይ ክብሎ ዝደልኒ ኣስተምሮ ናይ ፕሮፌሰር ጀላልዲን ሓደ ካብቲ ክንምሃሮ ዝግባአናን ዝተፈላለዩን ዝብልዎ ከዓ ከነፅና ዝግባአናን ምዃኑ የመስግን ሕቶይ ግን ከኣቱ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣጋእዝያናዊ ምንቅስቃስ ዳርጋ ኣብ ሓይሉሉ ዘየለ ግዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሳያት ምውራት ንዓኣቶም ተስፋ ዝህብዶ ኣይኮነን ፕሮፌሰር ደላጅን ዝኣክል ከዓኒ ከምዚ ዝኣመሰለ ክስታይ ክገብር ከሎሲ ክሳብ ክንደይ ደስጉኡና ስለ ዝኾኑ እዩ እዚ ወሪዱ
قدامي حتو كلا اي حتوي ولا كنت تسمع مع كله ابتي ناي احنا الامانان بتكبر زترايوين سلازلو اساس افورقي اغازيانو اتحساس باكم زنبرو نمان مزنغون تداليو ارتراوي ناي بحقي حزن يا مالك كلنا هان حزن يغبانا ازبل ناتو منقليو اغازياوي منقلي سلازنبرو انتو هنا جين اساس افورقي كمتن سو زبلو نويانوين انا امسريتو يوم زبلو كوم اودو يمسلكا دكتور جلال الدين زين كل تحطو زينين يغني لي كبرتي هاكم دكتور جلال عدلك بكا حسر عبلك لانه جزيه عندنا ربع ساعه اداء بزح له احسر عبلك طق طق بليز غير ما يترجم الناس عايز مساعدة حضرتك يعني؟ أيوة ترجم يترجم لنا. أوكي أوكي حراي قرما حوي. قرما موجود؟ تقدر تترجم كلمتين يا قيتون؟ أين الكلمتين؟ ما بتذكر السؤال الأول كمان. قرما يا الغندا. حان يتجمع على مزي الكتريك لحظة دكتور صلاح سمعك انا لا اي حاس كان ما كنت محضر نفسك حراك او لا اي حاس كون نوتس جن دحر حجه حزيه نقدر معك حجزه اوكي بليز تقدمتي حتو قدامي رحق الى سمع صني حمز تناي مسغانا قديف كاتا حتو اكزاكتلي انت دكتور شفناي معلو انت حتت اي حاج كان جزي شفنا تحطو حصار اسك مسكراسنا اي تكف حياه تحطو انا شفنا يكونن شفنا يكونن اوكي شالي نايف الشالي شالي هو شالي خلعين دهيبه اوكي هو في شالي جي تي حطو انتايو ابتي ابزو وانزي اتيز بوركو خال جديفكا ابزو وانزي ازي اغازياناوي من قصقاس ازي انا اغازياناو حيل ابزي بولو غزي لو من احنا بزعبا اغازيان كمزيلنا هنزارو كلنا نعو عدل زهبن نعو تنفاس زهبن دا ايكونن دكتور جلال الدين كميتري او مالك اوكي ثانك يو اوكي تا خال ايتي ترديات كلا غرماي بلا يا خال اجين حتت كلا جزي حتت تخلايتو وين صبوت يا تخلايتو وين تايزبل نحنا اتي نحنا علامانان مسرتو نايساس افوركي ايديولوجي نايساس افوركس نحساب موهانو كلنا نفلق كابو حلي فخا ايساس افورك اغا ازياناوي اتحساسبا حيزون ميدا ارترا خمزو وصوين نفلق انتو خونو جين اساس افورقي كم زبلو ويتم نا اساس افورقي كم زبلو نحنا اينا نويا نفطيرنا ياوين نبلو ازي جين حقي الله والكارو تامن دكتور جلال الدين زين انت نحط اوكي شكرا دكتور واضحه ايوه واضح ايوه الاخيره هي واضحه لكن الاولى يا ريت الترجمه يعني ايوه الاولى اوكي جرماي تقدميتي ازي ابغزي غازي الاولى في الوقت الحاضر يعني في الوقت الحاضر انه يعني الاغازيان كتنظيم سياسي او يوجد يعني في 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 مرحله او في درجه انه لا يخفنا او لا ليس هو بهذا الدرجه فتناوله بهذا الزخم وبهذه الطريقه إعطاء أولاء اهتمام كبير ألا يعني هذا تشجيع دمني للأغازيان؟ Thank you. أيوة. والثانية؟ الثانية طبعاً يعني هل هو يعني الإساياس اللي خلق الشعبية الوياني؟ بيدعي على حسب ما يدعي إن إحنا خلقناهم بيقول هذا الفاتح صحيح؟ هذا الإدعاء صحيح؟
جميل جميل. أول شكرا للشالي على السؤالين. يعني هو بيقول إنه إحنا لما نتكلم عن تنظيم أجعزيان كتنظيم قاعد نديه أكبر من حجمه، فهو في مرحلة ما يخيفنا فيها يعني، أو هو في التنظيم لا يخيفنا فيها. طبعا هو لا يخيفنا فيها هو حاليا يعني، لكن إحنا نتناوله كمشروع مطروح. مشروع مطروح هو مطروح من التجراي، زي ما هذاك ممهر، ما اسمه ممهر، نسيت اسمه، من أبناء التجراي، اللي يقول إحنا أجدادنا لازم ينتهوا إلى البحر الأحمر، وإحنا ما قاتلنا عشان نتوقف في إقليم تجراي. أيضا قيادات بتاع بعض قيادات التجراي بتقول إنه إريتريا من دون المرتفعات لا تسوى شيء. صحيح هذه آراء لبعض الأفراد، لكنها في النهاية تشكل رؤية موجودة. هذه الرؤية هي زي كرة الثلج تكبر. كرة الثلج إذا تركت تتدحرج في الثلج تتضخم تكبر. فالفكرة الآن التنظيم قاعد يطرح نفسه وربما يكبر يعني، فهو موجود وإحنا نتناوله ككيان موجود وفكرة موجودة. بالنسبة للسياس يقولوا إحنا أوجدنا الجبهة الشعبية لتحرير تجراي وإحنا اللي أوجدناهم. أنا حقيقة ما عندي معلومات دقيقة عشان أقول هذا الكلام كذب أو صحيح، ولكن الذي أعرفه إنه الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا اتحالفت مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، وأتاحوا لهم مجال عشان بحكم أنهم مقاتلين لعدو مشترك، أتاحوا لهم مجال بناء الذات يعني. فهل هم اللي أوجدوهم فعلا ولا هم ساعدوهم بس على البناء؟ ماذا يعني أسياد أفريقي لما يقول إحنا فطيرنا يوم؟ هل يعني إحنا أديناهم الفكرة، فكرة النضال من أجل أن يناضلوا، ولا إحنا ساعدناهم وعشان يبنوا تنظيمهم؟ فهذه النقطة ممكن المناضل أحمد القدسي هو أكثر من يجيب عليها. أوكي. تي أزيان كاب عقنون لعلي مهاب زبل كايو يعني كاب عقنون مهاب وي وين كافر هي تبجسه أيكون كون جن أزي نجارزي كم وطن وي كم هلاوة سلزلون متكاسوز أكلمبر أسجائي كوينو أيكون كون جن كأ أبزتف على ليشانخات كاب تخلي شنو يمكن روم كل الناس كاب بحر مريتنا يو إيرتراب زي ከበሳ ትርጉም የብላን ወይ ዋጋ የብላን ኢልካ ካብስተፋላ ለቦታታት ከምባታታት እንኳሎም ይስንዘር እንታለው ወይ ግን እዚ ከምዛ አይነት ነገራት ከመጽን ኮሎ ከም ትኹነታት ከናይ ኩዕሶ በረድ ገርና ክንሪኦለና እናተንከባለለ እናዓበየ ክኸይድ ይኽእል። ስለዚ ከም ህላዌን ከመተሓሳስባን ስለዘሎን ምዝራቡን እንተዘይ ኮይኑ ኣስጋዒ ኮይኑ ኣይኮንኩን ዝዛረበሉ ዘለኹ ግን ካብ ሃለወ ክዝረበሉ ኣሎ። እቲ ንሕና ፈጢርናዮን ዝብል ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ዝፈልጦ ሰባት እንተዳሃልዮም ወይ ዝፈልጦ ኣካል ተዳሃልዩ ክብል ይኽእሉ። እቲ ኣነ ዝፈልጦ ግን ልፍንቲ ገይሮም ምስ ኣንፃር ጀብሃ ከም ዝተቃለሱን ንጀብሃ ዘውረድዎን ነገራትን እዚ ፈልጦ። ግን እቲ ፈጢርናዮም ዝብል እቲ ሓሳብ ሂብናዮም ማለት እዩ ወይስ ከም ውድብ ክህልውን ክብርትዑን ጌርናዮም ንዝብል እዚ ዝሓሹ ኣብዚ ጉዳይ ክዛረቡ ዝኽእሉ ከም በዓል ቀይሲ ዝፈልጥዎ ነገራት እንተሎ ክዝረበሉ ይከኣል። ኣነ ግን ብወገነ እዩ ዝፈልጦ ነገር የለ። ታንክ ዩ ሽክራን ረዲ ሓወይ ረሲዕኻኒ ዲኻ ጎይቶም እወ ረሲዕካ ሶሪ معلش ردي ردي لحن لا قيس
حتى ندافعنا. تفضل أحمد. أنا خمس جمر أنا كي أخيبا درجة أسمعهم بهاري كار دحرس لذاته جينا لو أنا بتاعتنا جدا كلير خونا لون تقدمت نتبي أنا بزعبة زي الدوكومنت زاربوا لا أبسبعة التصحيفة السياسة صحيفها أنت سما نحن الإعلامات نحن أنا خمزي أدسل الدوكومنت بلين أول ما جي مريع حنت ترجم يا بلان تأ تأ دوكومنت نحن الإعلامات قبل حتى اللواء wait wait for me أنا نريه وتخفنا كات قدام أي وجن كلا أي وجن بكرنا أي بهرة تجرين خلاتنا نفضل قانون بجوب يجرين كلس حال contradiction كم زفترة أمونغتي يوم تسليف كم زنبرو خبستان تم تجيرهم قلمت على زبها نجر زخلاتنا نفطينا كابزي تم كروزي إذا أم سبات نفسهم في اليوم سياس مسخندي سبات تفل اليوم نخبسا خيدهم أنا خمد رد عني أفتقوان نريخا إذا أم سبات سي انت علامهم سلم انت ناتوم بخبي تتمت نايتيوم كالوت بخبي داي تتمتن مغنياتو دقيح بحري نيروم نبينهم استفليو جين بزح ميزان يتواهبن ميزان تواهبهم مغنياتو قوات التحرير الشعبية دق ماريا اللواء قروبتي ساهول اللواء قروبتي دنكلا اللواء قلمتات سلزغونة بشي مودي بنبر دارقا ماجوريتي دقيح بحريهم ازيوم كادق خبسائهم افتئوان بب عينته ودحراي عوبل مزيوم قال خوا يدالو نيرو من نفسهم كوصو سلازي سي بفولي عيني اتتميتان ايزيوم دك خبسا مس سياس زتفليو انا مثلني كم نفسهم كمخنيو سلمنتا يوم تفليوم سلمنتا يوم تقادلوا حرنت نتيجهم ما قال ملأ زي الدوكومنت تصحيفه في أول أبغى أخلها أميتة مخنياتو سي من البات بسفلي سمعيت زنبرفت وان جبهة قتلتي جبهة حرتي إذا عينت بلوتي كاينيرو حلف حلفتي ناتهم كند ما يزم القوات أزم زميا تسميهم زم القوات أنا ذكرنا زخلوا يسمعوني رأنا أبعد شو ما يجرمني نيرون تعينت بلوتيكا إذا نايت أسمن ناينقاقحون نايقلمتاتني الكازروا نحنا ماركسنا تنبيب ناس اللي دمتانا فتي بعبينا نريهم بتأسمن بنقاقحون قلمتات أين فلتان نيرنا تحبرة تزب أنا مثلني زي أم سبات مستفليو مخنيات نايتي مفلاي ناتهم ولا تأشم سلفنات سنتين قلمتاتين حتو حتو بليس question نو أنا قلت ألوه أفتي قبرة قرقيس تحلفنا نعيد وهاي بقول والله ما قلت إنه هنسى هنسى أنا حتى تنا ألوه خفلت نتي مجلس استوهاب نعوي دم اللي صار ألوه خم سكر قينا يضرب ألوه أوكي أحمد أحسر عبد الكابليز أوكي هيجي خم قلت سلاد حر قينا صحيفتها مستي خونتات زنوبرو زي أم سبات كتتمت الله أنا خاب okay. مخنيات سلمن تأيوم تفل بيوم تخحدتنا هاجر كم زي باللوم بزعبة هاجر كم دحسبو جين خمز خمز عينة أمامتها اللوم زبل سفيرو زلو أنا مستي خونتات شحن تسعة تميتن سبعا حدا متأماتها تسبقت خينات الرأيني إنبر متأسسارا مزحج زبها الزلوسي أنا بزحج التأساس ريالن مخنياتوس بجحريو حادش نقرات تفتيرو نتخلو قدمي أزنبالي انتاشمو غيروي
سو زي ابي زعبات يا يا صحفتي بزعبة دكتور جلال تقيسني نيرو أبحنتي أخيبا سياسة رمضان قال لي تاتم تتعنيرو قال لي ملي أنا بزعبة زي أنا قر أحنتي خنفلت أزل لنا كل جيزي نعاخد سمعك أنا قرالو أفولي مدرخ توسدو سوقمتن دهر عمتات تمليسكا خطريوه الله بوزو حنتاش ميد سمعك مغنياتوس كمزس كوستد نيرو خمزس كوستد نيرو تي أخذ تعز نبرت بزعبة منكع يعني حجينا منكع خلتنا حدا عينة الرأية خل جزء كونتراديكت مونجو ستيت أورغانيزيشن ديمقراطية ختبيل كل خاص بدرجة ستيت اللونا تو كونسبت بدرجة نايتي أورغانيزيشن مو أبو بقزلو ألو ناتو كونسبت أبزيئة يعني راتي أخدتع أبزيئة سياسة أتوس أتوى بلوى سوء ناخن ورازي كنا إزيئة من البات كالي إمبريشن سفيت إلا خدكم تخيليا جين بحفل شو حنتي سمعيت زنبرت قس بقس خدتتع أتاتو أبلعبو كادرتها سقومتي استوسدي أب بصوت أبناي سبعان سلستنس جوجي ينيرو. That's the meaning. تقرينيا واقاس لزو خفلو تي او ما يخفلون زبهال زربا اي نبرن بخمو. جين ازي عينة سمعيت سلزنبرة بخمو ينيرو تخطع. ابكال انتاشمت كون وصدو يبنان. ابزي حجي زلنايو زت اساسيريو مستقاناي نحنان علامانان. يت اساسيريو مزيناي اقازيان. زبال أنا غربتي بخاف حكي خويني أوكي أبس مرة تتخيلوا دلو سرعة اللو ناتو تاريخاوي أما عبابلا خابتما كورونا هزبا قنبار سلزيس تاريخنا هزبا قنبار أتسبقوا خردون كنببن خقلتنا اللو كنفلت بهرين هاي سرعة تتخيلوا دلو بس مرة خميكيركا كل جزي حتونا يويانه كم قدامه يتسلع إجركا ألو ناتو بلوتيكال أيديولوجيكال ترجم أنا بقتتها حقي خنزار بتقولنا أمونجو زقبر زلو مونجو ناي قداي ناي ويانه بوجن إريترا سرعة مونجو زقبر زلو ناي حد ندوا من قص خاص أم براع السودان هذا يزلو سلزي سمعيت ناي زي أم بهرة تجرينا زي كونس ألو ناتو مشروع عبي مشروع خمي غير كا ترتيب تقدر افتي الكبابي ازي من الباترو سوزخ على خطع يو ابكال من الشبات نزارب لهم بقليلوا السكر ايه بالنهار مالته كبرت هاك ودي له ثانك يو بيتم خلي استاذ احمد يترجم كلامه ثانك يو ثانك يو لحظه حنسى خترجمه ايضا وحيابل انا عندي بعض الملاحظات الاساسيه فيما يتعلق ب وثيقة نحنان علمان اللي هو أخذوها الوثيقة هذه أصلاً كتب هذه الوثيقة كتبت في ظروف منور مالك يا أخي أنا ما أعرف ما عنده إلا أوكي أحمد الوثيقة هذه في تصوري أنا كتبت في ظروف خاصة سنة 1971 لما انفصلوا أبناء المرتفعات وكانوا يبحثوا عن مبرر يقدموه لانفصالهم وقضية انفصالهم أخذت معنى نتيجة ظروف معينة في تركيبة هذاك المجتمع وإلا أبناء البحر الأحمر كانوا منفصلين لوحدهم أبناء ماريا كانوا منفصلين لوحدهم لكن لماذا أعطيت القيمة لانفصال هذيل وهذيل ما أعطيت لهم قيمة لأن المسلمين كانوا ينقسموا كل شهر ولا كل شهرين أمور من هذا النوع اعتبرت اعتيادية لكن قضية أنه والله أبناء كبسة ينفصلوا قد يكون لها عنا هؤلاء الناس مدفوعين بالقصة هذه كتبوا هذه الوثيقة أنا في اعتقادي هذه الوثيقة بعد ما كتبت ماتت وانتهت الوثيقة هذه لا تعني شيء لأن الظروف اللي واكبت بعدها كانت تمحي الوثيقة هذه رأسا على العقب الأشياء اللي تطورت أنا في اعتقادي اللي خلق التغيير اللقاء ما بين الجانب الأول والجانب الثاني في قوات التحرير الشعبية
الفضل الأساسي يعود إلى جبهة التحرير الإريترية كونها أعلنت الحرب الأهلية. الحرب الأهلية هي السبب الرئيسي في وحدة الطرفين، واللي أعطت معنى وبعد آخر في استمرارية الثورة وتطورها. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أثرتها فيما يتعلق بالمصادفة في ما يتعلق بالموقف اللي حضرته أنا في نقاش جرى بيننا أنا وسياس ورمضان وعلي سيد كان موجود. الحقيقة في أصلا المنطلق في شعور بالذنب فيما يتعلق بحركة 73، هذه حقيقة كانت موجودة في الكل. هل كان يمكن معالجة هذه المسألة بطريقة مختلفة؟ الناس ما وعت المسألة إلا بعد سنين أنه والله كان ممكن معالجتها بطريقة تانية. الالتباس اللي حصل في هذه الحركة هو عدم التمييز بين الديمقراطية في دولة وبين الديمقراطية في تنظيم، والتنظيم هذا في حالة حرب. كان ممكن معالجتها وفق هذا المفهوم، لكن الأمور أخذت بعد آخر، وبالمفهوم اللي كان سائد أصبحوا ضحايا الناس. هذه المسألة أنا في اعتقادي اعتراض إسياس ليس انطلاقاً أنه والله قضية التجرين دفعوا ثمن. الاعتراض أنه أنتم كان عندكم مواقف حادة في هذه الفترة، والآن جايين أنتم تتنازلوا عن المواقف هذه وتقدموها بشكل ناعم. هذا هو الاس، والواحد بعدين يفسرها بطريقته. فهذه شهادة للتاريخ أنا اللي كنت حاضر فيها، هذا المقصود. ودي له حقيته زين دين كل تقطع. تعالي له بيتهم على تخال لغة مايك. حقها هاتف بالكاء. أوكي. يغني لنا أحمد حوي. نب رد خيدي. I am conscious of time. تجزي توس أنكروا بس حتى أداو كأر اللهو. آخر واحد حسن ديوز هج. نو أوت رايك خوني 1 2 3 4 5. Okay. Go ahead رد حوي. Thank you great home وكل الإدارة. كلاتكم نزيم مدب قد لكم. حتي بزعبة زعبا تيناي كريستيناس سلست 230 يعاتيو تواهدو يوم كاني رب قدم تواهدو مقانوم دين عبتي بوتا عيهوداويان عينو بورون ديو متعاد خينكا زي أبراهام البحال ويتم أصحاب الفيل دينو بورو حيمانوتو منتاين يرو يهود يوم نيروم كريستيان يوم نيروم فرق زعبو انتر أفلوت الله وبينو. Thank you. Thank you. Okay. لحظة. قال عكوس خلا. مبرات حبي. حتى يكون الناتي رئيتي ولا بواي وسلازي دحني ناتهم حتى دلوا. حن سأصنحن. مثلنا يخبر رطي حن سأصنحني. شو. شواسيوم. جون أبراهام قال أي تحته جون حسن تدارو أحجها في تكال لها أتخلنا تنحكا أتخلنا تنحكا نعيون قويت أم مسلرني. أوكي شوى معلش جون حنسا شوى قصلي هاراي أوكي هيبكان لها عدل يغني لي بمجمريا نزانا يلو معالتي أرست مدلاوكم لطعمي صبوتي أخو نتعرست سلزر أخو خائي بزيادة ولو مشتة قديسة كسامع قريبة زلخو يا نبروفيسورون بطعمي مسقانا يقرب كابتي زهابو تاريخو ما تاتقاح راي تفلالي رئيتو نيرو تفلالي رئيتو كل خاني صبوئيو قن اتقند نقر نعايزة قدساني زولو لو مشت تسعبين نزيو مخنياتو تاريخ أو ما تأتوا نوع بزمسلو قريب والله بستي صوراتاتون التحيزو تي أب صوراتات متحازو بوغاني حري كنا كينا أي رخبون بتزا تحازو قباب قن يخون مبار أبز حجي وان مزي أزولو بفلاي زي من إسي جنريشن
نتي أجازيا ونت بحال بتعمي أبزز اللي حبرته سبنا حجي عبز أجمي فتيرو دارلو إذا سلامنا حجي حدا خابتي نتي من قصة أسات كمان أدخل مو إذا ركب زلون ريو زلناي سلازي بفلا أبزي أزلهم إذا جنريشن إذا خاني عدالو مالتيو نزخوناتات كمي جيرون خاليو مخنياتو أبزا أوان زي أحجي بوزح نقر كنقبرز قبقى نخنسو حدو أنك أخن زارة بايك ألنان دلنا تقاما معنا متقمما أنهم قديري إذا ركب دلو مالتيو تي من إسيكا بتي ناي هقدف ويكا بتي ناي هزباو هقدف قاد حانك قدخو بتي ناي إسياس تي نحنا نعلاما نانسي متحاس تقبرو بودي كوني بما سرتو تي هقدف زبهالسي نسلما يتقومو نخرسيانا يتقومو نود خبس هيتقومو نود متحت هيتقومو توم استقادولو لا توم تمسقو أخما نقزارو سوما بزاقزان ريوم زلناسي أي كبورو لان تسديدو ما بزمسانا كوفيرو ما مسيو ما لومو سلازي بخومو زقلت أي كونان حجي قن اتتنقو حتو اتسعبينو ناوي خمس دالي سعبينو قفيح سلازي خوناسي حجي كما يقير ما نزنا قاليو نزي زلو مفللاي نزي تمريز زلو من إسينا نزي كميجر نانا أليو زي أجا أزندو أجا أزيانندو زخن زي تاتسي كميجر نعين خن أليو نخ المخنياتو بزح ملك عاتي حزالو خم ناي ود خبسان ناي تحتن كم ناي مسلمنا ناي كريستنا كم زخ قلت قط أن حقن أجا أزياناوي نعيا أجا أزيان كم ماي غرانت سكوين إذا بقى أنت مجلتيو جن بعلوني قلت أني يورو دكتور با بروفيسور مس هاي مانوت كم زي تحس أبزح بتعتاتون كم زنا بري حجي جن مزاز اللقوان نزمن اسايز بفلاي بفلاي من اسايت مريزو زلو كاون لعل خاني كالوتون كومو مس حيوانات متحازالو مس بوتا متحازالو ازيتات كم حدا مهور متن كالوتون كومو كلاتنا حلفنتنا كم يغير نخن قال يلنا حزبير ترى اب حدا مصيو شكرو نفتح ثانك يو شوا ثانك يو ثانك يو كلته حتى يفك ايده الدكتور جلال عبد الكبو نابتم كلته خالوت خيب سلاسه جيد أخي جيت أوم شكرا لك. أنا باختصار هتكلم أول لازم أتكلم على تعقيب الأخ المناضل أحمد القيسي فيما يتعلق بنحن وأهدافنا وفيما يتعلق بالكلام اللي أنا نسبت له يعني. وخليني أبدأ بالكلام اللي أنا نسبت له. الكلام اللي أنا نسبت له أنا نقلته حرفيا من مقابلة مع وكالة زاجل للأنباء والنص موجود معي